يقول هل دبلة الخطوبة بدعة؟ دبلة الخطوبة لم تكن شيئا معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في يد النبي 9 دبل، دبلة مكتوب عليها عائشة، ودبلة مكتوب عليها حفصة، ودبلة مكتوب عليها جويرية إلى غير ذلك. لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن الدبلة شعارا معروفا للزواج على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.